مرحبا. مرحبا. لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. قال رحمه الله تعالى: لو، فعقد لها فصلا وهي تشبه أدوات الشرط لكنها أداة شرط غير جازمة. الباب الذي قبله أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، فعقبها بلو لما بينهما من تشابه. الحقيقة لو خمسة أقسام: لو تكون للعرض نحو لو تنزل فتصيب خيرا، وتكون للتقليل تصدق ولو بظل محرق، تكون للتمني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، وتكون مصدرية وغالبا تكون مسبوقة بود أو يود، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فهي هنا تشبه أن. وربما جاءت غير مسبوقة بود كقول قتيلة بنت الحارث تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أمحمدا أصل وكل كلمة في قومها والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أخيها النضر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله صبرا يوم بدر لشدة على المسلمين. أمر بقتله قتل وهي قالت هذا بعد قتله: ولا السيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحم هناك تشققوا، يا راكبا إن الأثيل مظنة من خمس رابعة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخنق، مني إليك وعبرة مسوحة جادت بواكبها وأخرى تحنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. إلى أن قالت: أمحمدا أصل وكل كلمة في قومها والفحل فحل معرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لو بلغني قولها قبل أن أقتله ما قتلته. وكان شيء على المسلمين جدا. الشاهد: ما كان ضرك، هذه أربعة أنواع. النوع الرابع هو أن تكون للتعليق في الماضي، ويسميها بعضهم حرف امتناع لامتناع، ويسميها بعضهم حرف امتناع لامتناع. مثل: لو جاء زيد لأكرمته. أنا أقول: لو حرف شرط في مضي. قالوا: هذا الكلام ليس بتام. في الغالب امتناع جوابي، امتناع شرطها لامتناع جوابي. لو جاء زيد لأكرمته، امتناع الإكرام. انت لو جاء زيد لأكرمته، امتناع الإكرام لامتناع المجيء، فهي حرف امتناع لامتناع. قالوا: إذا لم يكن لجوابها أي سبب إلا شرطها تكون المقولة صحيحة، كقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه. ليس للرفع أي سبب إلا المشيئة، فهي هنا حرف امتناع لوجود صحيح. لكن لو قلت: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، هذا ليس بصحيح. قد يوجد الضوء والشمس غير موجودة بسبب المصباح أو غيره. لكن لو قلت: لو كان النهار موجودا، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، صحيح. سيبويه رحمه الله يقول: هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، فلما لم يقع لا. وقال بعضهم: هي جازمة. ولكن لما كان فعل الشرط معها لا يكون إلا ماضيا، والماضي مبني، والمبني لا يظهر فيه أثر للعامل، قيل فيها حرف شرطها الجازم، وهي جازمة، وسمع الجزم بها. ها نوع ما نقوله: لو حرف شرط في ماضي ويقل إلاؤها مستقبلا فتكون المعنى إن، يقل إلاؤها لا بد منه. قال: لا بد منه. مثال ذلك: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك. أي وإن أعجبك، قل: لا يستوي الخبيث والطيب،
ولو أعجبك هذا الخبيث وإن أعجبك هذا الخبيث. والحاصل أن لو تكون للتعليق في الماضي للتعليق فلا يليها إلا الفعل الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط، مثل لو جاء زيد لأكرمته، أو تقول لو يجيء زيد أمس لأكرمته، هذا ماضي معنى، وتكون بمعنى إن تختص بالتعليق في المستقبل ولا يليها إلا المضارع لفظا ومعنى، نحو لو يجيء زيد لأكرمته، أو معنى فقط، ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليها المضارع معنى، تركوهم لا يزالون موجودين. من أساليب استخدامها قول الشاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لول صدى صوتي وإن كنت رمة يهش إلى صدى ليلى يهش ويطرب. ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا في المستقبل، أنا نقول لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل أجد، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لو لا يليها إلى الفعل كإن تماما، لكن بينهما فرقا، لو تأتي بعدها أن، وإن لا تأتي بعدها أن، لكن لو أن بها قد تقترن، فتقول لو أن زيدا حاضر، لو أن زيدا حاضر لأكرمته، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا لو أنا، قالوا أن ومدخولها في تأويل مصدر مبتدأ والتقدير لو أنا كتبنا عليهم اقتلوا لو أن زيدا حاضرا لأكرمته، لو حضور زيد ثابت، قالوا أن ومدخولها في تأويل مصدر مبتدأ وخبره ثابت، كلمة ثابت، أو أن ومدخولها في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقوله ثبت، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قالوا لو أن ما في أن ومدخولها في تأويل مصدر مبتدأ خبره ثابت أو فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت. قال السيبوي: لا تفتقر لتقدير، لأن الكلام معها فيه مسند ومسند إليه، لا تقدير لا شيء، الكلام مختلف عن غيره. لو أننا كتبنا عليهم أنا مبتدأ ما اسم أنا، وكتبنا عليهم خبره، توفر الحكايه مسند ومسند، لا حاجه الى تقدير فعل تكون ان ومدخولها فاعلا له، ولا حاجه الى تقدير خبر. قال بعض هذا، هذا معنى قولي. لكن لو ان بها قد تقترن، وان مضارع تلاها صرفاء المضي، وهي الامتناعيه التي هي للتعليق بالماضي، كقول الله عز وجل مرحبا مرحبا مرحبا، تقول الله عز وجل وليخشى قال رهبان مدين والذين عاهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة أعوذ بالله ركعا وسجودا. لو يسمعون هذا مضارع تلاها صرف للماضي التقدير، لو سمعوا، وقال لو يسمعون كما سمعت، أي لو سمعوا، أنا أقول وإن مضارع تلاه وصل إلى المضي هي لو الامتناعية التي تليق في الماضي. لو تفتقر إلى جواب، فإن كان مثبتا يكثر اقتران اللام معه، مثل ولو شئنا لرفعناه، وإن كان منفيا يقل اقترانه بالفاء، كقول الله عز وجل
ولو شاء ربك ما فعلوه. والله لو إذا وليها اسم قدر فعلا قبله، كقول حاتم لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني، التقدير لو لطمتني ذات سوار. هو كان أسيرا عند قوم من العرب، وجاءته جارية وقالت له افصل لي هذه الناقة لآكل دمها، فنحرها فلطمته على وجهه. قال أنا لا أعرف الفصل إلا هذا. حاتم يقول لا أعرف ما الفصل إلا هذا. هو كريم، لا يأخذ الناقة فقط يأكل دمها، بل ينحرها للضيوف، ينحر الناقة للضيوف. حاتم الطائي مشهور بكرمه، مرحبا يا أخي حياك الله، مشهور بالكرم هذا. فلطمته الجارية على وجهه، فقال لو ذات سوار لطمتني، كان أفضل حاتم. الشاهد في هذا التقدير لو لطمتني لا تسع، لو في اللغة العربية لا يليها إلى الفعل، فإن جاء بعدها سون تقد قدرت فعلا قبله. من هذا ومنها قول عمر لأبي عبيدة قاله يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال دوائرك قالها يا أبا عبيدة، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. كان قد ذهب بالمسلمين إلى الشام وبلغه أن الطاعون نزل في الشام، فهم بالرجوع إلى المدينة. قاله أبو عبيدة رضي الله عنه أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قضاء